الفنانة سارة الزكريا بدرح فيك عبر موقع الفم. بداية بدي اقول لك عقبال المية، وقد ايه حلو اليوم استاذ حسين كسير عمل لك مفاجأة وحضر لك عيد. مرحبا فيك واهلا وسهلا فيك. قلتها وحارجع اقولها، مش عارفة اعبر، مش عارفة احكي شيء، يعني جوابي تحت لساني، لساني مربوط، مش عارفة انطق بشيء غير انه بدي اقول له لحسين كسير الله يخلي لي اياك. وهاي يمكن اكثر امنية انا بتمنيها، لانه طالما حسين حدي انا عن جد منيحة، كتر خير الله. وما بعرف شو بدي اقول له، ما عارفة احكي، بس بدي اقول له انه انا بحبه كثير. بدنا نحكي شوي عن اخت رجال، قد ايه كانت ترند وقد ايه نجحت والعالم حبتها. الحمد لله. ليك اليوم نحن بنغني كل الالوان، بس اليوم حسب السوق من سوق، فانطرحت فكرة جديدة ونزلت بطريقه عفويه، فانبسطنا كثير بالعمل اللي صار. وانتبه، هاي فكره حسين. انا بالاول قلت له انه شو، لا كيف، مين؟ قال لي حطي صوتك، قال لي حدا تاني حطي صوتك. حطيت صوتي عليها، قلت له كثير حلوه، يلا ننزلها عليه، يلا بننزلها. نزلتها وما توقعت تطرب هالقد، فكثير انبسطت بالعمل. اليوم اللي بشوف شخصيتك بلاحظ عليك انك حدا قوي، حدا هيك عنده اصرار، عنده عزيمه. شو سر هالاصرار؟ شو سر هالقوه؟ هل هي يمكن اوقات بمحلات معينه مرقتي بضعف معين، عملتي من الضعف قوه؟ ما في انسان ما بيمرق بمراحل، ان كانت صعبه ولا ضعيفه ولا شو ما كان، بس المهم الواحد يتعلم، الواحد يقوي حاله، الواحد يكون قد حاله. وكلياتنا بعد في عنا ضعف جواتنا، في عنا على اشياء معينه. ساره بدي اتشكرك وبدي ارجع اقول لك عبال المية. شكرا لك. انا بتشكرك وبتشكر يعني كل حدا اجى اليوم من الصحافه، اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله يا رب هيك الله يوفقكم من نجاح لنجاح، لانه انتوا صحافه صادقه. ميرسي كثير، مش الصحافه الفيك. الا لساره عبال المية ان شاء الله والعمر كله يا رب، وان شاء الله هيك شوفك عروس بقى. حاج ان شاء الله انت اللي بفرح باولاد. قول نشوف. سارة معقول نشوفك عروس 2024؟ ولا بدك تسأل ريم؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اول شيء علي انا بتشكرك، انت دائما مفضل وعطول السباق بمواكبتنا وبتغطيه اي احداث فنيه بلبنان. بتشكرك كثير على كل اللي عم تقوم. حبيب القلب بكبر فيكم القناه. اليوم بدي اقول لها عقبال المية، والله يخلي لنا اياكي، انت اخت وصديقه وعزيزه وحبيبه، وشفنا النجاح مع بعض وان شاء الله مكملين فيه، وان شاء الله كل سنه هيك بنجتمع نحن وياكم وبنعمل فيها المقلب اللي احنا عم نعمله هلا. الليله ما عارف انه عيد ميلادها اليوم، لانه عيد ميلادها ب 31 واحد بس بتكون بامريكا، فنحن قبل ب 15 يوم عم نحضر لها نحن وياكم ونظبطنا الوضع. فان شاء الله الليله بتكون سربرايز حلوه هيك نفرحها فيها، ما بيلبق لها الا الفرح لانه ساره. وكمان خلينا نقول احتفال بنجاح اخت رجال اللي عملت ترند مؤخرا. اخت رجال اكيد من الاغاني الرائعه اللي اسمه مسمى على ساره، لانه هي اخت رجال بكل معنى الكلمه، هي لسان كل امراه باي ميدان من ميادين العمل وميادين المجتمع، لانه نحن من الالقاب اللي نحن كشعبيين بنقولها، لان مثل ما بنتغزل بالست وبالصبيه الحلوه، بنتغزل بجمالها، بعيونها، بشعراتها، بجسمها، بكل شيء. كمان لما بتكون ثابته هي اكبر لقب بنعطيها اياه، والله انك اخت رجال. فساره اللي هي لسانها لسان كل امراه عربية ولبنانية أكيد. هذه الأغنية اللي مثلت فيها بكلامها الرائع أكيد، ولحنها الرائع، مثلت سارة دور كل هالبنات اللي هن البنت بقوتها وشموخها وحنيتها على خيها وأمها وبيها. كانت أغنية من أغاني الناجحة واللي دار بها، والحمد لله للتوفيق من الله أكيد. هلأ سارة شو عم بتحاضر بالفترة المقبلة؟ صراحة سارة هلأ يعني طالعة على أمريكا، عندها تور هلأ، بترجع بلش التور من بكرة ل 8-3 تقريبا، شهر ونص، أكثر من 20 حفلة. ضجة تحية للجالية العربية أكيد بأمريكا لهالكمية الحفلات الغير مسبوق لفنان قبل. وحتشوفوا أنتوا طبعا على السوشيال ميديا الحفلات اللي بكل الولايات موجودة. هذا الحمد لله من فضل الله ومحبة هالناس، هذا اللي نحن أكيد بفضل نحن مكملين ومستمرين. بس حتلاقوا بالصيفية أغنية عراقية جديدة حتكون نازلة، في أغنية لبنانية كمان نازلة ومصورة كليب مع الأستاذ عادل سرحان، المخرج عادل سرحان أكيد موجه له تحية. وحيكون في نشاط غير مسبوق الصيف إن شاء الله هيك، لأنه نحن قلنا فترة عم نخلية نحل وعم نحضر الأعمال وعم نجهزها، وصاروا خلصين بس للإصدار، بس لحتى نكون الوضع عم يسمح. وكانت أول بوادرة اخت رجال.
نعم. حسين كثيرا أنا بدي أتشكرك وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك علي، كلك توفيق، ممنونكم. كل التوفيق والتواضع يضل هيك، والغرور مش يلعب دور بحياتها الفنية من بعد النجومية الكبيرة، لأنه سارة انحبت من قبل الناس لأنه هالقد متواضعة. فهذا اللي بتمنى لي وكل النجاح لأنه بيلبق لها. اليوم لو بلد شفير بعده واستضافت سارة الزكريا، شو السؤال هيك اللي بسألها إياه؟ سؤال معين مثل كل أي ضيوف، وين في أسئلة مثيرة للجدل بدنا نطرحهم، سارة زكريا أو غير سارة زكريا؟ هلأ سارة زكريا يمكن لأنه أنا بحب الأشخاص المهضومين اللي ما عندهم تواضع بمحل معين. أنا الفنان اللي ما عنده تواضع بيشدني أكتر لتقل أسئلتي. سارة لا، حدا من الأشخاص مكشوف، يعني هاي الصعوبة بالحوار معه إنه حدا مكشوف على كل شيء، يعني بتجاوب على كل شيء، فبدك ضلك تشتغل أكتر على الموضوع. تمام بلاي، أنا بدي أتشكرك وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح ببرنامجك المقبل. وأنت الوحيد عبالي قلك إنه أنا مبسوط فيك لأنه بعرفك من لما بلشت، فسلم لي على كل فريق عملكم اللي بحبه كتير من قلبي كمان. شكرا كتير لك وصل. بدي وجه لها رسالة حب واحترام وصداقة وكل شيء حلو لسارة، لأنه سارة بتستاهل. حدا كريم النفس، حدا طيب مهذب، حدا تعب ليوصل، فمن حقها تنبسط بنجاحها وتنبسط بعيدها. خضر عكنان، أنا بدي أتشكرك وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا لك حبيبي، ألف شكر علي وألف شكر لموقعكم دايما السباق بكل نشاطاتنا إن شاء الله. شكرا لك. سارة صديقة عزيزة وغالية، بعد كليبين اشتغلناهم سوا، في واحد بعد ما نزل قال تسمعني، كان المفروض ننزله اليوم ما مش الحال. على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفني ولا أروع، من أحلى ناس اللي اشتغلت معهم، وما فيك ما تحبها لأنه حدا عفوي وتلقائي يعني بصورة لا متناهية، وبتمنى لها دائما المزيد من النجاحات لأنه بتستاهل. سارة بتستاهل تكون ناجحة وبتستاهل تكون عندها هذا البريق الحلو لأنه قلبا وقالبا متجنن. خبرنا عن الكليب مع سارة الزكريا اللي بعد ما نزل، اللي هو هذا اللي بسميه الكليب المجنون، اللي أنا صرنا مصورينه يمكن أكثر من شهرين ثلاثة. بس تعرف لما بكون أنت مثلا بدك توصل للبرفكشن بمحل معين وتعطي شيء جديد، لأنه هذا نحن عملنا فيه تقنية AI من زمان بعد ما حدا كان شغلها، فبعدنا هيك عم نحط إذا بدك اللمسات الأخيرة. والكليب كتير مهضوم، فكرته كتير جديدة وما بعتقد إن عملت قبل هلا. بحس حيعمل خضة بس ينزل، يعني شيء غريب، وهي مجنونة وأنا مجنون، اتنينتنا بلا عقل، فأكيد بيطلع عمل بجنة، طريقة إيجابية يعني. فبحس إنه حيكون شغلة كتير حلوة، وبتمنى لها دائما تعمل اشياء جديده وحلوه تكسر الدنيا، لانه دائما هي علامه فرقه بطريقه حلوه. بدي اقول لها ينعاد عليها حقبال المية، وان شاء الله بتضلها نجمه مضويه، وان شاء الله تكون سنه خير عليها. اهم شيء. طيب شو اكثر غنيه هيك بتحبيها لسارة؟ يعني في عندها كذا غنيه، اخر غنيه عملتها العراقيه كثير لبق لها اللون العراقي، ايه كثير حلوه. طيب عرفنا كمان انه عندك مشاركه مع الفنان المصري هاني شاكر بحفلته بعيد الحب، شو بتخبرينا عنها أكتر وقد بتعني لك هيدي المشاركة؟ كتير حابة التعاون مع الأستاذ الكبير هاني شاكر أمير الغناء العربي، إن شاء الله بتكون حفلة ناجحة وبتمد لها كذا تعاون لقدام. طيب معقولة تغني غنية لهاني شاكر بالحفلة؟ لا أكيد، يعني بالنهاية هو حيكون موجود وبدنا نسمع منه، هو ما حدا رح يغني أغاني أحلى منه، فهيك حابة كتير انه اسمعه. اليوم كمان في تعاون بينك وبين المنتج ومتعهد الحفلات حسين كسيرة، قد ايه هيك بتساندوا بعض؟ قد ايه بيقترح عليك اعمال هيك تكون لصالحك بتنجح؟ صراحة كتير عم بيكون سند لإلي، كتير عم بيدعمني، وانا كتير بحاجة لحدا مثل حسين كسيرة، لانه حدا يعني نعرف بالحفلات قدر يعمل اسم بوقت كتير قليل، فان شاء الله بيكون تعاون خير لإلي ولإله. وهيك سارة تستاهل أكثر من كل عام، وهي بألف خير والعمر الطويل، وأنا جاي هلا من أربيل كرمال عيد ميلادها، وأدعي لها إن شاء الله النجاح الدائم والعمر الطويل يا رب. وشكرا لهذا الحفل الجميل، وأشكركم وأشكر قناتكم الجميلة.
الفنان محسن الفراتي، أنا بدي أتشكرك وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح بكل أعمالك المقبلة. حبيبي أستاذ علي، وأشكركم وأشكر قناتكم وأشكر كل اللي راح يحضرون هذا العيد الميلاد الجميل. على رأسي أشكرك. هلا سيد علي، تحياتي. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.